لما تفشل في أول قصة حب في حياتك غالبا بتبقى فاكر إن أول حب ده هو أصدق حب، وطبعا ده مش حقيقي. عالم النفس الأسباني لوتشيانو غارسيا بيقول الأمور نويجا ديونافيز، الحب لا يأتي مرة واحدة إطلاقا، والسر في إننا بنفضل فاكرين أول حب هو إن مخ الإنسان بشكل لا شعوري بيفتكر أول حاجة من كل حاجة، وده معناه إن أول حب زيه زي أول عربية تشتريها في حياتك، زي أول مرتب تقبضه، أول تليفون تستعمله. كل الحاجات دي هتكون مميزة بالنسبة لك ومش هتنساها لأن هي أول حاجة مش لأن هي أحسن حاجة. أنا معاك إن الحب الأول بيكون مميز جدا، بس ده مش معناه إن هو كان أحسن حاجة، هو كان مميز لأنه هو كان أول حاجة. وصدقني حبك اللي هيجي بعد كده هيكون هو الأفضل والأحسن بكتير.